مما يدخل في الدفاع عن الدين مما نحن فيه، إذا وهبت ابنك لله رب العالمين وقصدك ونيتك أن يصير طالب علم وبعد ذلك أن يصير داعية إلى الله تبارك وتعالى، ولما لا يكون عالما مجتهدا مفتيا؟ لما لا؟ ليس الأمر بالبعيد ولا بالمستحيل. فالشاهد إذا وهبت ابنك لله وقصدك هذا أن يكون ابنك مدافعا عن الدين بالحجة والبرهان، فقد أعنت وساهمت في الدفاع عن هذا الدين، هذا يعد منك دفاعا عن هذا الدين العظيم، خصوصا في زماننا هذا الذي كثرت فيه الصوارف عن هذا الأمر. هذا الأمر بالخصوص كثرت فيه الصوارف، تجد الصوارف عنه من أقرب الناس إليك، ربما من أهلك، من زوجك لجهلها، أو من بعض إخوانك، أو من والديك، أو من أقرب الناس إليك، تجدهم يصدونك عن هذا الخير العظيم لأنهم لا يعلمون، هم في الحقيقة معذورون، لا يعرفون ثمرته، لا يعرفون فوائده ونتائجه الحسنة الطيبة في الدنيا والآخرة، لا يعرفون مقاصده ومصالحه التي تترتب عليه من الدفاع عن هذا الدين العظيم، فلجهلهم بهذه الأمور وما شاكلها قد يصرفونك بحسن قصد وقد يصدونك بحسن نية عن هذا الأمر العظيم. فاثبت، إذا ثبتت وواجهت هذه الصعاب ورددت هذه الصوارف وكان موقفك في هذه الفتنة موقف ثبات واستمررت على ما تريد وأنجزت وعدك وقصدك فقد دافعت عن هذا الدين. واعلم أخي الحبيب أنه لا يشترط، وهذا أمر أذكره لأن كثيرا من الإخوة يتحسرون إن لم يحصل المقصود، اعلم أخي الحبيب أخي الفاضل أنه لا يشترط أن يتحقق في ولدك ما تريد، عليك البداية، عليك أن تتخذ الأسباب، عليك أن تبذل الوسع، ولا يستطيع أحد في الدنيا، لا شيخه ولا معلمه ولا أمه ولا عالم من علماء الأمة أن يضمن لك أنه سيكون كما نريد، لكن الغرض هو أن تتخذ الأسباب، أن تبذل الوسع، فإن فعلت ذلك ولم تقصر في التوجيه والإرشاد وفي الإعانة بما يجب، إذا بذلت وسعك ولم تقصر فقد فعلت ما عليك، ولك الأجر إن شاء الله تعالى كما لو تحقق المراد، كما لو حصل المقصود الذي ترجوه، لك الأجر إن شاء الله. ليس علينا التمام، ليس علينا النتائج، لم يكلفنا الله تعالى بها لأنها ليست في طوقنا، ليست بأيدينا، لا يستطيع أحد أن يضمن لك أن ابنك سيصير عالما، لكنه يقول لك اتخذ الأسباب وابذل وسعك في أن يكون كذلك، فيجتهد شيخه وتجتهد معه أنت في بيته ليكون نافعا للأمة، ليكون نافعا للأمة، ولو كان النفع لخمسة أشخاص فذلك خير، ولو كان نفعه لعشرة فذلك خير، لكننا نأمل خيرا ونرجو الأكثر، فلما لا يكون نفعه لمئة لألف لمليون؟ لما لا؟ كل ذلك ممكن. فالقصد أنك تريد الوصول إلى هذا وتتخذ أسبابه ولا تقصر، إن قصرت نقص من أجرك بقدر تقصيرك وربما أثمت، لكن ابذل وسعك ولا تقصر وليس عليك التمام، ما على الرسول إلا البلاغ، رسل الله وأنبياؤه أنفسهم ولم يكلفهم الله تعالى بحصول النتائج، كلفهم الله بالدعوة بأن يبلغوا دين الله وأن يبينوا الحجج والبينات، وما كلفهم الله تعالى بحصول ثمار الدعوة ونتائجها، بل قال عليه الصلاة والسلام يجلي لنا هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل هؤلاء الأنبياء قصروا في الدعوة إلى الله؟ ألم يبلغوا دين الله كما أمروا؟ حاشاهم، بلغوا دين الله، ويأتي غدا يوم القيامة نبي من أنبياء الله تعالى ومعه الرهط أقل من العشرة، ويأتي النبي ومعه الرجل أسلم معه واحد، أسلم له واحد لله رب العالمين،
ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذن ما عليك أنت إلا أن تبذل الأسباب. ذكرت هذا لأن كثيرا من الأخوة يقول إن فرغ ابنه للتحصيل وطلب العلم الشرعي ولم يحصل المقصود بعد سنوات، وربما كان مقصرا، وفي الغالب ما يكون الوالدان مقصرين، يأتي في آخر الأمر ويقول لم يتحقق المقصود، ليتني تركته في دراسته النظامية، ليتني تركته في مكان كذا. أتعلم الغيب؟ أتدري ما كان سيكون لو تركته؟ لا تدري. إذن ما عليك إلا أن تبذل الوسع وأن تتخذ الأسباب. فإن لم يقع ما تريد فلا تغضب ولا تيأس، فإن الأجر ثابت إن شاء الله تعالى. إذا العبد إذا اتخذ هذا السبب من الأسباب، وكنا نتحدث عن ماذا؟ عن حمل هم الدفاع عن هذا الدين وعن الدفاع عنه على قدر الاستطاعة، فمن اتخذ هذا السبب فقد دافع عن دين الله تعالى بقدر استطاعته، فعل ما عليه، وقد يحصل المرجو كما قلنا، ويحصل النفع بذلك الولد ولو كان محفظا للقرآن. لا تحقرن من أمور الدعوة شيئا، أي أمر متعلق بالدعوة لله رب العالمين ففيه خير كبير، وفيه سد ثغرة من الثغرات، ولو كان ابنك معلما ومحفظا للقرآن الكريم. وأنا عبرت بلو فقط لما يتبادر إلى أذهان الناس من أن المحفظ للقرآن شأنه قليل، وإلا فهو في الحقيقة لا يجوز أن يعبر عنه بمثل هذا، مشتغل بأمر عظيم وقائم على ثغرة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، أفضلكم، أحسنكم من تعلم القرآن وعلمه. إذن فإذا صار ابنك محفظا للقرآن، يحفظ الصبيان حزبا أو حزبين من القرآن، فقد سد ثغرة من الثغرات التي يدخل منها الأعداء لهدم ديننا في هذا الزمن. نعم سد ثغرة، لأن وجود مثله في حي من الأحياء، في قرية من القرى، في بلد من بلدان أيا كان، لأن وجود مثله في ذلك المكان فيه تقليل للشر ولو نسبيا، فيه حث على الخير ولو نسبيا، ذلك خير كثير. قد لا نعلم نحن وقد لا نرى نتائجه وثماره وفوائده التي ترتبت عليه، وما صد بسبب ذلك من الشر وما جلب من الخير، قد لا نرى الكثير من ذلك، وهو حاصل متحقق إن شاء الله. فلا تحقرن من أمر الدعوة شيئا، ما تقولش لا أنا ولدي غادي يكون غير كذا، غير محفظ للقرآن، غير إمام ديال المسجد، لا تدري ما ترتب على يديه وبسببه من المصالح العظام والخيرات الكثيرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، فقد يكون بصدقه وإخلاصه خيرا من كثير من المشهورين، ويكون أفضل عند الله رب العالمين بصدقه وإخلاصه من كثير من المعروفين، ممن يشار إليهم بالبنان، وممن ينظر إليهم صباحا ومساء في الإعلام بمختلف أشكاله وألوانه. إذا القصد أيها الإخوة، هذا حتى هو باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله رب العالمين، وهذا أيضا باب من أبواب المساهمة في الدفاع عن هذا الدين. فقصدي أيها الإخوة ألا نحقر من هذا الأمر وألا نقلل من شأنه. إياك أن تقول لست معنيا بهذا، أو لست مسؤولا عنه، أو لست مخاطبا به. لا يجب عليك أنت وأنت وأنت أيا كنت، يجب أن تكون لك مشاركة في الدفاع عن هذا الدين ونصرة هذا الدين العظيم، أن تكون لك مشاركة أيا كانت، بالقليل أو بالكثير، بوقتك، ببدنك، أيا كان ذلك. إذن فتضح لنا من هذا أن أمر الاستقامة أيها الإخوة ليس محصورا في إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن القاصر، الباطن اللازم، الباطن الخاص بالنفس الذي لا يتعدى للغير.